مرحب يا حلوين، اليوم بدي اعمل انا وياكم طريقة تزيين الكيك. عنا كيك على شوكولا وكيك على فانيلا، عصير اناناس، اناناس مقطع بهيدا الشكل، كريمة على شوكولا وكريمة بيضة. لنبلش الطريقة مع بعض. بسم الله. أول شيء بدنا نقص هيدا الكيك على النص، ما بحاجة قص اطراف أو شي عشان كتير طالع رائع الكيك وطري. قبل ما نبلش بالحشو بدنا نحطه على الطبليه الثابته. حط ورقه زبده بهذا الشكل عشان كل شيء، بس نزين بيوقع ورق الزبده. تمام، هلا بتشوفوا هيدي الورقة شو راح تنفع معنا. راح نعمل طبقة شوكولات طبقة فانيلا، بنحطها على النص. هلا بنحط عصير اناناس، ممكن نحط قطر بيكفي هالقد. حط كريمة، أناناس، فينا نحط فروت مشكل او اي فروت نحنا منحبها، فواكه منحبها، ما في اشكال. حطيت هولي، بدنا نقص طبقة شوكولا. رح اعمل طبقة فانيلا طبقة شوكولا طبقة فانيلا طبقة شوكولا. هلا شو بعمل؟ قبل ما انقل الشوكولا رح احط عليها عصير اناناس، كمان بحط كريمة، هلا بحطها على هيدي طبقة الفانيلا. بسم الله، كيف ما بكتبها؟ اوبس، ايوة هيدي هي، بس بدي اقربها شوي لتصير عصويتها هيدا شكل. كمان عصير اناناس،
هحاول كل طبقة أفرجيكم كيف بحط عليها العصير وكل شيء طريقة بالضبط، عشان في ناس بدهم يتأكدوا من الطريقة بالضبط كيف بعملها. هنا إذا حبينا طبقة بيناتهم بالنص نحط مربى أو كريمة شوكولا. بعد ما انتهينا من الطبقات هلا بدنا نغلف الكيك كله بالكريمة. هذا الكيك بعد ما غلفناه بالكريمة هلا بدنا نغطيه ببرش الشوكولا. بسم الله بهيدا الشكل. بهيدي الطريقة ونغطي. هذا الكيك بعد ما غلفته كمان بالشوكولا هلا منشيل ورق الزبده قد ما فينا منحاول على الورق. شفتوا شلنا ورق الزبدة صار فيه شي خفيف هون من الشوكولا، ضل حول الكيك نضيف. كمان بشيل هيدي. هلا بدنا نحط الكريمة، كريمة الشوكولا عالداير. هذه كريمة الشوكولا راح احط الرابط بالفيديو. كمان نفس الشيء راح اعمل من الاسفل. بعد ما عملنا كمان الكريمة بدنا نحط الشوكولا من الاعلى. عندنا كندر، راح احط كندر على الوجه، نزين بالكندر بهيدا الشكل. كمان لاحط من هون الكندر.
لنشوف كيف طلع الكيك مع بعض. بسم الله. هيدا الشكل النهائي، كتير رائع. هيدا الكيك اللي عملته أنا وياكم. بتمنى التعليق على الفيديو والإعجاب بالصفحة، وإن شاء الله بشوفكم بالفيديو الجاي. باي باي.